السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، طلاب الكيمياء للصف الحادي عشر، المسار العلمي والتكنولوجي. نستمر في دروس الوحدة الثانية، الروابط الكيميائية وتركيب المادة. وصلنا إلى الدرس الثالث، القوى الجزيئية البينية، ومع الجزء الأول. وفي نهاية درسنا اليوم، نتوقع من الطالب أن يكون قادراً على أن يميز بين القوى الجزيئية البينية وقوى الترابط الجزيئية، أو التي تعرف بالقوى الداخلية. يصنف القوى الجزيئية البينية وما يعرف بقوى فاندرفال وفقاً لقطبية الجزيئات. يربط الخصائص الفيزيائية للمواد بنوع القوى الجزيئية البينية المؤثرة فيها. وكما درسنا سابقاً، فإن الذرات ترتبط ببعضها البعض بقوى الروابط الكيميائية المختلفة، فتتشكل مواد مختلفة. ودرسنا أيضاً أن أي مادة تتواجد في حالات ثلاثة، الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية، والتي تتألف من دقائق ترتبط ببعضها البعض بقوة متفاوتة، فتكون الجسيمات متماسكة بقوة كبيرة في الحالة الصلبة كما هو موضح أمامنا، ومتماسكة بقوة أقل في الحالة السائلة، بينما لا تكون كذلك في الحالة الغازية. ويمكننا في هذا المجال أن نطرح الكثير من التساؤلات، فمثلا، هل القوى التي تجعل المادة توجد في حالاتها الفيزيائية المختلفة الصلبة والسائلة والغازية هي نفس الروابط الكيميائية التي تكون المادة؟ وكيف يمكن أن تتحول المادة من حالة فيزيائية إلى حالة فيزيائية أخرى؟ وكيف تختلف خصائص كل حالة عن الأخرى؟ تكمن الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال دراستنا لهذا الجزء من الوحدة، والذي سيتضمن دراسة لأنواع القوى التي تربط بين جسيمات المادة. وعليه يوجد نوعان للارتباط الكيميائي، حيث تنقسم القوى التي تربط جسيمات المادة إلى إما قوى الترابط الجزيئية، وهي ما تعرف بالقوى الجزيئية الداخلية، وهي تلك التي تربط بين الذرات المختلفة أو المتشابهة، وتعرف بالروابط الكيميائية، وينتج عنها مركبات وجزيئات مختلفة مثل المركبات الأيونية أو الجزيئية التساهمية، الجزيئات التساهمية أو الفلزية. أما النوع الجديد للترابط فهو الذي سنركز عليه في هذا الدرس، وهو ما يعرف بالقوى الجزيئية البينية، ويعرف أيضا بقوى فاندرفال. إذن قوى فاندرفال هي القوى الجزيئية البينية، وتوجد هذه القوى بين الجزيئات المختلفة أو المتشابهة، وليس بين الذرات. إذن القوى الجزيئية البينية في هذا المثال هي التي يشار إليها بهذه الخطوط المتقطعة، قوى التجاذب بين الجزيئات HCl، وليست القوى التي تربط بين ذرات الـ H والCl. هذه القوى هي المسؤولة عن وجود المادة في حالات فيزيائية مختلفة، وأيضا هي المسؤولة عن وجود المواد المختلفة في حالات مختلفة. فمثلا، يوجد الماء في الحالة السائلة في درجة حرارة الغرفة، بينما يوجد الهيدروجين والأكسجين في الحالة الغازية. أنواع القوى الجزيئية: تنشأ القوى بين الذرات وبين الجزيئات بآليات كثيرة ومتنوعة، وعادة ما تكون مختلفة في القوة والشدة، فأكثر هذه القوى ذات شدة عالية هي في الواقع الموجودة في الروابط الكيميائية، كالموجودة في الفلزات والمواد الصلبة الشبكية مثل الألماس أو البلورات الأيونية المتمثلة في الأملاح. أما القوى الجزيئية البينية، والتي أطلقنا عليها قوى فاندرفال، فهي الأضعف على الإطلاق. ويوضح لدينا الجدول أنواع القوى المختلفة في ترتيب متناقص بحسب قوتها وشدتها.
فنجد مثلا أن أشدها قوة هي تلك الموجودة في المواد التساهمية الشبكية الضخمة، ومثال لها الألماس والزجاج. نوع الروابط هنا روابط تساهمية، والتي صنفناها بأنها داخلية. يليها في الشدة تلك الفلزية الموجودة في الفلزات المختلفة كالحديد والنحاس والفضة، ونوع الترابط هي روابط فلزية داخلية أيضا. يليها المركبات الآيونية المتمثلة في الأملاح كملح الطعام، ونوع الترابط رابطة آيونية. نصل إلى القوى البينية، قوى فاندرفال، وهي الأضعف على الإطلاق، والموجودة بين المركبات أو الجزيئات التساهمية البسيطة وليست الشبكية. فنأخذ مثال تلك الموجودة بين الجزيئات القطبية كالماء، جميعنا يعلم أن الماء جزيئات قطبية، أو الكحول الطبي. ونوع الروابط هنا يعرف بروابط هيدروجينية. إذن الروابط الهيدروجينية هي أحد أنواع قوى فاندرفال. كما يوجد أيضا روابط أخرى أو قوى تعرف بثنائية القطب، والأضعف على الإطلاق هي قوى لندن التشتتية. وعليه لدينا ثلاث أنواع مختلفة للقوى الجزيئية البينية أو قوى فاندرفال: هيدروجينية، ثنائية القطب، أو قوى لندن التشتتية. إذن القوى الجزيئية البينية أو قوى فاندرفال هي قوى تجاذب ضعيفة ذات مدى كهربائي قصير بين الجسيمات المتعادلة، مثل تلك الموجودة بين جزيئات السوائل، أو بين جزيئات المواد الغازية، أو بين جزيئات المواد الصلبة. وتنقسم قوى فاندرفال إلى فئتين رئيسيتين: قوى جذب قطبية، أي إنها موجودة بين الجزيئات القطبية، وذلك بسبب تأثير قوى ثنائيات القطب الدائمة. ويوجد منها نوعان: ما يعرف بقوة ثنائية القطب أو الرابطة الهيدروجينية. أما الجزيئات الغير قطبية فيوجد بينها قوة جذب غير قطبية، وهي نوع من أنواع قوى فاندرفال، وتوجد بسبب تأثير قوى ثنائيات القطب المؤقتة. ويوجد منها نوع واحد فقط، وهو ما يعرف بقوة لندن التشتتية. وسنتعرف على جميع هذه المفاهيم والمصطلحات بشكل أوسع في دروسنا القادمة بإذن الله. ولكن ما أهمية دراسة القوى الجزيئية البينية؟ تكمن أهمية دراسة القوى الجزيئية البينية في أنها تساعدنا على تحديد وتفسير الخصائص الفيزيائية للمواد المختلفة. فمثلاً تعتمد أي خاصية فيزيائية للمادة على سهولة فصل جسيمات المادة، والتي تتأثر بشكل مباشر بشدة القوى الجزيئية البينية. ومن هذه الخصائص: الحالة الفيزيائية للمواد. المواد التي تمتلك قوى جزيئية بينية منخفضة غالباً ما تكون في الحالة الغازية أو السائلة عند درجة حرارة الغرفة، مثل غاز الميثان، غاز الهيدروجين، أو الزيت والماء كسوائل. أما المواد التي تمتلك قوة جزيئية بينية مرتفعة فهي في الحالة الصلبة عند درجة حرارة الغرفة، ولنأخذ أمثلة الشمع أو الملح أو الحديد. درجتا الانصهار والغليان من الخصائص الفيزيائية التي تعتمد على قوة القوة الجزيئية البينية. فمثلا الشمع ينصهر بسهولة مقارنة بالملح والحديد، بالرغم من أن جميعهم يوجد في الحالة الصلبة في درجة حرارة الغرفة. فلننظر إلى هذا الجدول الذي يلخص لنا هذه الخصائص. كما نرى في الجدول، فإن الحديد والملح والشمع جميعها مواد صلبة في درجة حرارة الغرفة،
ولكن الحديد صلب قاسي، والملح صلب هش، أما الشمع فهو صلب ناعم. هل تذكرون الجدول بصفحة 88 في كتابك المدرسي والذي أشرنا إليه في شريحة سابقة، والذي يدرس قوة وشدة القوى المؤثرة بين الجسيمات أو المواد؟ وفقاً لهذا الجدول، فإن الحديد يوجد بين ذراته روابط فلزية قوية، وهي من أقوى الروابط، لذلك فهو صلب قاسي، ونجد أن درجات انصهاره وغليانه مرتفعة جدا. أما الملح فهو مركب أيوني، قوة الرابطة الأيونية تجعله صلبا هش، حيث أن الرابطة الأيونية أقل قوة من الرابطة الفلزية، وله درجة انصهار وغليان مرتفعة ولكنها أقل من الحديد. أما الشمع فهو مركب تساهمي، لذلك فهو صلب ناعم تساهمي بسيط، تتأثر جزيئاته بقوة جزيئية بينية، قوة فاندرفال الضعيفة. يظهر هذا الضعف في درجات الانصهار والغليان عند مقارنتها بالحديد والملح. ولننتقل إلى مواد أخرى مثل الماء وزيت الزيتون وغاز الميثان، جميعها مواد تساهمية بسيطة. نجد أن الماء والزيت يوجدان في الحالة السائلة، بينما يوجد الميثان في الحالة الغازية، ونجد تفاوت في درجات الانصهار والغليان، وهذا يرجع للطبيعة القطبية لهذه المواد. كما أشرنا أن القوى البينية تتأثر بقطبية المواد، وهذا ما سوف نشرحه بطريقة أوسع في الدروس القادمة. ومن الخصائص التي تعتمد على قوة القوى الجزيئية البينية الكثافة، حيث يرجع اختلاف كثافة المواد إلى أن جسيمات المواد الصلبة والسائلة عادة ما تكون أقوى ترابط، وهذا هو السبب مثلا في أن كثافة الماء السائل والجليد ليست مختلفة كثيرا مقارنة بكثافته في المرحلة الغازية. كما نرى في الشكل، فإن جزيئات الماء في المرحلة الغازية قليلة الكثافة، وذلك لتباعدها مقارنة بها في الحالة السائلة أو الحالة الصلبة حالة الجليد. ولننتقل إلى بعض الخصائص التي تحددها القوى الجزيئية البينية أيضاً. القساوة، القوة اللازمة لخدش سطح المواد. قابلية السحب أو ما يعرف بالمرونة، وهي القدرة على الانحناء من دون كسر. الهشاشة هي الميل إلى الكسر قبل الانحناء. قوة الشد هي القوة اللازمة لكسر المواد في حالة الشد. واللزوجة هي مقياس مقاومة السائل للتدفق والانسياب. أخيراً التوتر السطحي، وهو ميل سطح السائل للالتصاق بعضه مع بعض. جميع هذه الخصائص الفيزيائية تتناسب شدتها وقوتها بشكل ترضي مع قوة القوى الجزيئية البينية بين الجزيئات المكونة لموادها. وصلنا إلى التدريبات النهائية. أي العبارات الآتية صحيحة بالنسبة للقوة الجزيئية البينية؟ تتكون بين أيونين مختلفين في الشحنة، أقوى من الروابط الكيميائية بين الذرات، تتكون عندما تكون المسافة بين الجزيئات قصيرة جدا، تزداد كلما كانت الجزيئات متباعدة عن بعضها. أحسنتم أبنائي وبناتي الطلاب. تتكون عندما تكون المسافة بين الجزيئات قصيرة جدا، حيث إننا اتفقنا إنها قوة ضعيفة وذات مدى تجاذب كهربائي قصير بين الجسيمات المتعادلة. تدريب 2، ادرس الشكل المجاور ثم أجب عن الأسئلة. ما نوع القوى المشار إليها بالرموز؟ أحسنتم وبارك الله فيكم. يشير الرمز X إلى
الرابطة التساهمية بين ذرتي الهيدروجين والكلور، واتفقنا أن هذه الروابط الكيميائية تعرف بالقوى الداخلية. الرمز Y، أحسنتم أيضا، هو يعبر عن القوى الجزيئية البينية بين جزيئين الـ HCl، هذا الجزيء وهذا الجزيء يرتبطان بهذه القوى الجزيئية البينية. أي الرمزين يشير إلى الترابط الضعيف؟ أحسنتم طلابي الأعزاء، بالفعل الرمز Y، حيث إن الرابطة البينية أو قوى فاندرفال وصفناها بأنها أضعف أنواع الترابط، ولذلك يتم التعبير عنها بهذه النقاط أو في بعض الأحيان بخطوط مقطعة. إذن يوجد لدينا رابطة كيميائية قوية بين الذرات، وترابط بين الجزيئات يكون ضعيف، وهو ما يعرف بقوى فاندرفال. وفي نهاية درسنا اليوم نتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى، وإلى اللقاء.